القبائل بقى استفادت ازاي من الدعم اللي بيوجه الغير مسبوق؟ يعني قعدنا سنين جدا بنتكلم عن سينا، ولكن بنتكلم بس، مفيش حاجات بتحصل حقيقي على ارض الواقع. احنا شايفين ان في شغل كتير قوي بيحصل، القبائل ازاي تعاملت مع الموضوع وازاي القبائل استفادت؟ على فكره بالمناسبه اعلى نسبه تصويت حصلت في الانتخابات السابقه في شمال سيناء. احنا عندنا لجنه انتخابيه نسبه التصويت فيها 89%، ويمكن احنا بنثمن للمجتمع الاهلي اللي فخامه الرئيس عمل هذا العام، هو عامل المجتمع الاهلي انه عمل منظومه عظيمه جدا في انزل شارك، فحشد الناس بكل قوه الى صناديق الانتخابات. هنا احنا عندنا حب غريزي او حب فطري لمصر، ومن حسن الطالع ان سكان المحافظات الحدوديه هم اكثر المواطنين ولاء لمصر. هنا حضرتك احنا تهمشنا، عشنا مع الارهاب، وانا يمكن اهالي سينا بيثمنوا لفخامه الرئيس الانتصار على الارهاب. ليه؟ تخيل حضرتك حاجه اسمها القتل على الهويه، واحد يمسكوه امام اولاده يذبحوه، رجل ابن يذبحوه امام ابائه لانه رجل وطني، رجل بيدافع عن وطنه، رجل بيحب وطنه. فهنا حضرتك اللي عاش في الارهاب يقدر قيمه هذا الرجل، فلقد اعطانا بكل امانه سبق لم يحدث في قضائه على الارهاب. النهارده ما بعد الارهاب احنا عايزين نمكن للمكان. التنميه 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 التنميه، ليه؟ قد يكون في ناس كثيره مش الارهاب عينهم على سينا. طبعا انت امام متغيرات خطيره جدا. اذا علينا ان احنا ايه؟ دخلنا ترعه السلام من ناحيه، دخلنا المينا، والمينا دي اعتقد انا من وجهه نظري هيبقى موضوع استثماري كبير جدا. ما انا عايز اكلمك في دي بقى حضرتك. طول الوقت بتقول لنا انا من وجهه نظري، انا شايف ان احنا المفروض نعمل مدن، انا شايف. طب كلمني عن مخطط الدوله، ما اعلن عن ميناء العريش وما كتب عن ميناء العريش قليل باعتقادي انا من وجهه نظري كمعلومات، لكن اعتقد ان عندك معلومات اكتر عن ميناء العريش. ازاي هتكون؟ هتجذب مين؟ هتعمل منطقة حرة عاملة ازاي؟ هل هتبقى هب او هتبقى نقطة او مركز زي ميناء اسكندرية، وهتبقى نقطة مضيئة زي العالمين؟ يعني قول لي الدولة عايزة ايه من ميناء العريش؟ لا انا اعتقد ميناء العريش هيجب ما قبله، هو الميناء الاولى في مصر. ليه؟ ميناء العريش هيربط شرق العالم بغرب العالم، ده الجغرافيا بتقول كده. ميناء العريش ازاي حرب الشرق العالم بغرب العالم؟ يعني كل الدول اوروبا وشمال افريقيا والامريكتين اغلب حديثها تعدي من خلال ميناء العريش الى الناحيه الثانيه في البحر الاحمر، ثم السعوديه، ثم الاردن، ثم الايه؟ كل الاماكن اللي زي دي هتبقى من خلال ايه؟ قناه تعتبر قناه بريه، يعني ميناء العريش هتنزل فيها البضاعه. المواني الجافه اللي هي المواني الجافه بالتمام. المخطط اللي انا شفته ان من الشيخ من العريش حتى رفح هيبقى عباره عن مدن صناعيه او مدينه صناعيه كبيره هتخدم على موضوع المينا. يبقى المواد الخام بتنزل في المينا، بتم تصنيعها في المدينه الكبيره دي، مدينه فعلا كبيره من العريش حتى رفح، هتبقى اعتقد انها كلها مدينه صناعيه واحده. هتبدأ إعادة صياغة المواد الخام أو التجمعات اللي أنت عاوز تجمعها لأي معدات أو حاجة زي دي في المكان ده، ثم إعدادها مرة أخرى يا إما عن طريق المينا، يا إما هتطلع لأنك حضرتك هتدخل على طرق سكك حديدية، هتدخل على طرق أسفلتية، وهيبدأ خط من العريش حتى طابة أو من العريش حتى جنوب سيناء. ثم المرحلة الثانية هي مرحلة الدول العربية. يبقى حضرتك بتتكلم عن مينا مش عالمية، لا ده فوق العالمية. الحاجة التانية المينا. طب معلش سؤال صغير يمكن برضو يعني ايه بين قوسين، ايه اللي يخلي مستثمر يعمل كده وينزلها عن طريق السكك الحديدية وهو عنده قناة السويس وممكن يبقى الموضوع اصلا اسهل له في المية يعني. انا ارى ان من خلال المخطط اللي معمول للمينا ان هيبقى فيها مدن صناعة او مدينة صناعية كبيرة تسمح لأي مستثمر بالفعل أنه يستثمر في المكان ده. ده عبارة عن من رؤيتي أنه مكان دولي مش مكان عادي. طيب
حضرتك النهارده هتبقى السكك الحديديه هتساعد مع قناه السويس مع السكك البريه، يعني هي شيء موازي لقناه السويس داخل مصر، ودي هيبقى ليها بعد، هي بعد انا من وجهه نظري هيفند اي حد يفكر في انه يعمل بديل لقناه السويس، لان انا ارى ان لا بديل لقناه السويس ولن يستطيع احد انه يعمل بديل لقناه السويس، فهنا دي شيء موازي لقناه السويس هتبقى في الامر ده. الحاجه الثانيه توسعه المينا، توسعه المينا قد توصل من العريش الى الشيخ زويل، مينا بسم الله ما شاء الله واخده براحه في الايه في الوسع. النهارده مينا معموله على احدث تقنيه، سواء في التكنولوجيا سواء في الحاجات السريعه في الحاجات الحديثه سواء في اي شيء، يعني حضرتك بتتكلم عن مينا التكنولوجيا هيبقى سبق فيها. الحاجه الثانيه انت بتطلع من مينا الى مواد خام في الجبل، الى تصدير السلع، الى منظومه من العمل الاستثماري على اعلى واكفأ ما يكون. يمكن انا بتمنى تسليط الضوء على مينة العريش من خلال العمل اللي موجود فيها، من خلال المراسل اللي موجوده فيها، من خلال الارصفه اللي موجوده فيها، من خلال سعه المكان وتقديره بكل الابعاد، هتبقى مينا اكبر مكسب للمواني المصريه. الحاجه الثانيه انها تبقى مينا مرتبطه بمواني البحر الاحمر، العريش، شرق التفريعه، الادبيه والسويس، مواني البحر الاحمر، يعني انت امام منظومه مواني كبيره جدا. الحاجه الاهم ان في مواد خام في سيناء تكفي لعمل مدن صناعيه.